تحت عنوان يلا نقرر لبصرة بدون مخدرات، نظم مجموعة من الشباب وبجهود ذاتية حملة تطوعية للتثقيف والتوعية من مخاطر المخدرات. المتطوعون الشباب استثمروا فرصة إقامة بطولة خليج 25 المقامة في البصرة لإيصال رسالتهم وصوتهم لأكبر عدد ممكن من الشباب الوافدين إلى البصرة. بداية احنا حملة يلا نقرر 2030 لبصرة بلا مخدرات، هاي الحملة انطلقت من 3 أشخاص وحاليا هي أكثر من 70 شخص يعمل في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام في محافظة البصرة وحتى خارج محافظة البصرة. بطولة خليجي 25 ونشاطنا، حبينا نسوي ماكس بين الاثنين على اعتبار انه عدد وافدين الى محافظة البصرة راح يكون جدا كبير. حملة يلا نقرر الشبابية تضمنت عرض مجموعة من الصور للتحذير من مخاطر المخدرات واستقطابهم لما هو افضل لحياتهم وصحتهم. استغلينا هاي الغرفة تكون مع الصوري تحمل لوحات ارشادية ضد المخدرات، لان تعرفون انه جايين هنا عندنا هواي من باقي المحافظات بالبصرة، فاستغلينا هاي الغرفة انه حتى نوصل الفكرة للوافدين جاي من باقي المحافظات، نوصلهم المعلومات. يعني احنا بالايام العادية وكل اسبوع عندنا تكون جلسات داخل محافظة البصرة باكثر من منطقة حول المخدرات. الحملة الشبابية لاقت اقبالا واسعا من قبل الوافدين الى البصرة من جميع المحافظات العراقية. جينا احنا هنا حقيقة انبهرنا، لقينا شباب من سليمانية ودهوك وبغداد وموصل كركوك ناصرية نجف كوت، يعني أغلب المحافظات العراقية لقيناهم موجودين. هذا الحراك الشبابي وغيره ضد تعاطي المخدرات ومخاطر إدمانها جاءت بعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وآفتها التي تفتك بالشباب العراقي، إذ وصلت تجارتها وتعاطيها إلى آفاق غير مسبوقة بالتزامن مع ارتفاع نسب البطالة وغياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في العراق.